دنيا انت معايا ان مفيش علاقه زوجيه بتخلو من المشاكل. اه ده اكيد طبعا، وخاصه في السنوات الاولى. انا حتى اصحابي الصغننين يعني انا عندي كذا بنات قدي متجوزين والله برضو مشاكل من اول الحياه. ده موضوع يعني مهم. انا تقريبا الوحيده اللي في الجامعه عندي مش مرتبطه او مخطوبه او كده. اه تقريبا يعني. متضايقه او زعلانه؟ لا لا خالص، لا لان انا عندي يعني مركزه قوي ان انا عايزه يبقى لي عندي شخصيه الاول في شغلي وكده. وحتى انا شفت ده يعني، كنت بفكر ان انا طب انا ممكن الشغل ده ياخدني من ان انا ابقى صغننه ومتجوزه ومخلفه واولادي يبقوا قريبين من سني والكلام ده. فلقيت ان كل اللي متجوزين حواليا مش سعده قوي يعني، فقلت خلاص اركز في الشغل احسن يعني. اه انت خليتيني اسالك ايه السبب في فشل الزيجات الحديثه كمان، سيبك من القديمه. والله مش عارفه، هو يمكن تسرع يعني. انا بلاقي انه كتير قوي مثلا اللي قدي دول يعني، او من واحنا اصغر يعني، مثلا واحده مثلا يبقى عندها 19 18 يعني، دلوقتي رجع تاني موضه انه الخطوبه من السن الصغير. يعني كتير قوي من الجيل 17 و18 و19 دلوقتي هتلاقيهم مخطوبين وافراحهم الصيف الجاي وحاجات كده يعني. كتير. ف يعني انا عماله افكر انا دلوقتي غير تفكيري السنه اللي فاتت. فاكيد بقى ما بالك انا واحده متربيه في بيت في انفايرمنت معينه، وواحد متربي في انفايرمنت معينه، واحنا اتنين صغيرين بيئه يعني معينه وبعدين اتحطينا في بيت واحد وعايشين ليل نهار مع بعض، كل الحياه مع بعض، بناكل بنشرب كل بنخلف مش يعني كل الحياه، فطبعا لازم الحياه بتختلف يعني. يعني ده معناه ان فتره الخطوبه تبقى اطول ولا ايه؟ لا انه ما ينفعش الجواز في السن الصغير. في السن الصغير جواز، اصل الجواز ده حاجه كبيره قوي. انا عماله افكر انه ازاي انا ابقى بجد عايشه مع بني ادم يعني انا جايه من عيله وهو جاي من عيله وتفكير مختلف، وعشت من قبل ما انا ابقى ناضجه كفايه اني اشيل بيت. يعني دي حاجه صعبه قوي بجد، ان في السن الصغير دي حاجه صعبه. وبعدين بقعد يعني وانا صغيره كنت اقعد مثلا ايه يعني، طبعا كل بنت في الدنيا بيبقى في سن المراهقه ده بتحس باحساس الحب والكلام ده. فلما مثلا اروح احكي لمامي، يا مامي انا حاسه ان انا مثلا في حاجه او معجبه باحساس، او مامي هي اللي كانت بتحس فيا اكتر مش انا اللي بروح احكي من نفسي بصراحه هي كانت بتحس فيا قوي يعني. فبتقعد تقول لي انت حبيبتي لسه ما تركزيش، ده لسه ده احساس مؤقت. يعني مش ده الاخر الحياه، انت لسه هتشوفي لسه هتشوفي. فاقعد كل ما احس بالاحساس ده اقول خلاص ده اخر حد في حياتي، انا عمري ما اعرف احب تاني، انا مش عارفه ايه. اجي بعد شويه الاقي نفسي بقابل ناس تانية وبتعرف الحياه كل ما بنقابل ناس يعني بجد يعني. فعماله اقول طب اللي متجوزين دول اكيد هي بنت لسه برضو قلبها ما اتمسكش انه خلاص ده جوزي وبتاع، ممكن غصب عنها تروح تفكر في حد تاني ولا كده يعني. هي حبت من اول مره. لا فطبعا ده حاجه لا صعبه. يعني بالذات في الحياه اللي احنا عايشينها، وبالذات ان البنت بقت بتشتغل من وهي يعني، انا بشتغل من وانا عندي 16 سنه. بمثل من وانا 16 سنه. فعماله فعلا بقابل في حياتي ناس وباخد اكسبيرينسز وبغلط وبخسر حاجات وبرده برجع اشوف انا عملت ايه غلط يعني. الحياه كل ما بنكبر بنشوف حاجات يعني. افهم من كلامك ان مفيش حاله حب انت عايشاها دلوقتي؟ لا الحمد لله مفيش. ده انا بابا عايشه. لا والله لا والله يعني دلوقتي انا يعني حابه ان انا اركز في شغلك، في شغلي اكتر، لاني يعني مش هقول لك ما جربتش اخش في علاقه، لا جربت ولقيت ان انا مش يعني مش عارفه اركز في الحاجتين مع بعض. يعني مش قادره ابقى، لان انا حاسه ان انا لما ابقى بحب بجد هبقى 24 ساعه مركزه ازاي اسعد البني ادم ده. الله عليك. فبلاقي ان انا مش قادره اروح بقى يعني هخلص كل مشهد اقعد اتكلم واهتم واعمل. لقيت انه مش نافع مع الشغل يعني. رسمه في خيالك او بتحلمي بيه؟ اكيد يعني. ممكن نعرف عشان اللي بيتفرج علينا دلوقتي من الشباب ها نلاقيهم تحت البيت عندكم؟ لا والله مش قوي يعني، بس اهم حاجه مواصفاته كده يعني. طبعا هو انا كان امنيه حياتي لو الاقي بني ادم زي بابي. نفسي قوي قوي الاقي حد زي بابي. انا تلميذه على فكره بس انا ما ينفعتيش.